السلام عليكم. قالت مصادر إعلامية محلية في الساعات الأخيرة أن حاصلة الضحايا في حادثة الانهيار بولاية الطرف ارتفعت إلى 4 أشخاص، بينهم شخصين متوفيين والباقي مصابين تم نقلهم للمصالح الاستشفائية. وتسبب انهيار مخيف من منحدر جبلي في وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين. وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تدخلت على الساعة 22 دقيقة من أجل حادث انهيار الرمل من منحدر جبلي على 4 أشخاص بالدراويش في بلدية بالريحان بولاية الطرف، كما خلف هذا الحادث وفاة شخصين للأسف وإصابة 2 آخرين تم تحويلهم للقطاع الصحي بالريحان رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.